والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. ديارة أم كتابة متنك إيساهوجية هي أثير الدين أبهرية أبهرية كأوية صحيحة كي أبهرية لأصلا لدوية خلقي كي زور شرح يعني لسر أما كردوها إيكي قلو عنا كشرح لسر كردوها عالمي كي ترك زمان بوا كبع علامي عصر فريدي دهر كبناوي الشيخ إسماعيلي كري مصطفى كري محمود كمعروف بشيخ زادة بوا جاء أكبيرين قلنبوي أما نسبة بولاي مسقط الرأس كي يعني شويني تولد كي مسقط الرأس يعني شويني سقوتي سر وقت يكا إنسان لدهي أبي سري لكوا أدري هل عرزك أو بيال مسقط الرأس يعني أو شاري لدهي بونا نسبة كي بولاي أو شاري كتير لدهي بوك ناوي قلنبايا قلنبايش تابع بو ولايتي آيدين يعني بو أو أستانة بو أو منطقة آيدين كا لأنادولايا كو أناطوليا نوزيولا تركي أنادول مشهورة خلقي أو منطقة نبوة لبي مردوه لشاري ينكي شهر كتابع بو ولاياتي تساليا ونما لأولاتي تركيا لكايا مردوه لسالي 1205 مردوه 205 هجري قمري آيستا 1441 عن 1441 يعني أقبلين دوسة صالك دوسة دكا عمرد بي يعني مثلا دوسة وشلويك صالة مردو كغالة دوسة وسي وشش صالة مردو برحمة بي إن شاء الله الله كان لقول الزانيان ومحققان علماء تركي متأخرين كاكتب هاي كيزوري دانا وكالة مشهورة بشيخ زادة بلام أو شن كتابي بو نوسيون كأو كتاباني هي كشي باسي تفسيري الشيخ زادة يعني حاشي الشيخ زادة كالسر بيزاوي هي أوينية وتم رنج الشيخ زادة كاوا نوباني بالشيخ زادة هي رنج هر أوبي كشي تنازعنا مهر أوي أو كتابين نوسيوا مهر أويا أو نية بو معلومية يا هاتوا إكيقلو كتابانا كدايناون شرحكي كردوا لسر إيساغوجي كإيساغوجي كتابك لعلم منطقة كتابك مختصرة رسالة كشكولية لعلم منطقة كأثير الدين أبهري نوسيويتي هذا كتاب قلنبوي الشرح يا قلنبوي الشرح يعني شرحك قلنبوي كرديتي يعني أو إسماعيلي قلنبوي أو زانفايا برزة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يعني بناوي ذاتي الله أو خدائي كبخشندي مهربانا دس أكين با نوسيني أم كتابة أم كتابة أم رسالة نوسين وبه نستعين وداواي كومكي شر لأو أكين بو يارمتي من با الحمد لله الذي خصص نوع الإنسان من جنس الحيوان باكتساب المجهول من المعلوم ديارة يكي لو أركاني كإنسان لسرشانيتي داهنانا داهنانيش بواء بي أوشتاني كمجهول بيان دوزينوا ديارة دوزينوي مجهوليش لمعلومة يعني مثلا تو شتا معلومة كان ريز أكي ببنايا كوا لريز كردني أو معلومانا لكناريا كان مجهول كسبكي مجهول أدوزيتوا جاء أمش أغيه هاتشي سناو ستايشة بو خدايا كنوعي إنساني تايبت كردوه لناو جنس حيوانا بشي تايبتي كردوه جاي كردوه بما كأم إنسان أتواني مجهول لمعلوم وبدز بيني جا معلومة كتصوري بي يا تصديقي بي كمعلوم دو جورين معلومي تصوري ما هي جا تصور يعني إدراك ببي نسبة تامي خبرية يعني إيه مشتيك درك كين بي أزانين علمي بي بيا أكين بلان ديارة نسبتي تامي خبرية لقلنية
اگر هاتو اوي كأيما بيمان زاني و بيمان بيبر نسبتي تامي خبرية بو علمك تصديق ديار لم كتابشها كمنطقة معمولا باسي علم كري وباسي دابش كردني علم بو تصور و تصديق كري بو يهر لسرتا كتابك وبراعتي استحلالي تيايا يعني خواي قولة فضلي لقل إنسان كردوه بجوريكي وأم نوعي إنساني لجنس حيوان أو جنس حيوانات تايبت كردوات أو تايبت مندي بنوعي إنسان بخشيوة كأم إنسان أتواني مجهول لمعلوم كسبك جاء معلومك تصور به وش تصور به وش تصديق والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم رحمتي مقرون بتعظيم لسر روحي محمد بيدرودي خواي لسر المؤيد بقاطع الحجة وساطع البرهاني كأن في غنبرة درودي خويلة سربي تأييد كراوة بهيس كراوة بجراس كراوة توا تأييد كراوة بشي بقاطع الحجة تأييد كراوة يعني برازقو دان راوة راستي كردو بشي بقاطع حجة بالحجة القاطعة وتقديم الصفة بسر موصوفها يعني ببلغي حاشاها النقر ببلغي الراس تقينا وساطع البرهان يعني بالبرهان ساطعتي واتب بالغيزور اشكرا والرون وعلى آله وصحبه أجمعين وهروها أو صلاة سلامة أو صلوات أنيرين بوسر آل أصحابي في غنبر درودي خوايا نسر به أجمعين بتيكرا وبعد يعني دواي بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام بو محمد آل ياراني درودي خوايا نسر أمر فلما التمس بعض أصحابي في أثناء المذاكرة للرسالة الأثيرية الميزانية أن أكتب لهم شرحا لكاتك داك الدواي لمن كرد التمس التماسي كرد بعزق لها ورياني من لكيا لن يوروكي مذاكرة يعني بحث كردن قورينا ويبيروا الراه أو بيرو رامانا أقوريه ونباري أو رسالة وكي أثير الدين لبرو بيرو رسالة أثيرية أثيرية ميزانية كدوان يكرم كمن شيب كم أن أكتب لهم شرحا كمن شرح يقبنو سمبو أو رسالة بو أوان كشرحة كشون بأوابي يحل عقد ألفاظه يعني شيب كاتوا يا بازي بكا غريكاني الفاسكاني ومبانيه وهي مباني او كتابيش جاني الفاظه ومبانيه هاتوا اشيتو بالرسالك باعتبار اميك الرساله تاويل كرتو بكتاب كتاب مذكره هاو بويا ناشا بيوتا يحل عقد الفاظها ومبانيها ابواي شرح يبكى كأم شرح وكوشون مثلا تو قريه كيتوا حل يعني كردنوا وانيا مثلا لنا مسلمانانا يعني مجتهدين ل مثلا لهر عصر زمانيك يا مثلا كومالي زانا واني كبو ولاد تسمي مقرن مصلحتي ولاد لنا زرقن بيانا أهلي حل وعقد يعني كردنوا ودابستن وقتي وهي مثلا هندي يشد داء بستن وهند يشد أكنوا جاليرا يعني قرفتيا كهاتو أو قرفتيا لعبا أو حلا أقر وقتيا مثلا شتيا بمصلحتي خلقك كيا دايئة مزرينا بمصلحتي ديني بمصلحتي دنيايا دايئة مزرينا وأبي تعقد يحل عقد ألفاظه ومبانيه يعني شرح كوابه صفتي وابه كبكاتوا قريكاني ألفاظي أو رسالة ومباني أو رسالة مبنى كان يعني أويكوا أو رسالة لسر هلشناوة يعني شاد لبرابر بالفازة مربوط بمباني معاني كتابة كبير ويوضح الغوامض يوضح إضاح يا يوضح توضيح كان درسته وهنا قبير شرح قبيرك أو شرح يوضح الغوامض من معانيه يعني رون بكاته وغوامض مشكلة كاني مشكلات يعني أوانيك سخت سخت كان لمعاني أو رسالة يعني معنى سخت كاني
رون كاتوا، يا معنى جرين جرانا كاني برين رون كاتوا. أم جارة ديار أوان دواي أوان لمن كردوا منيش لبرابر أوانا ويستوم الشاني لجر خالي كبوني كم شنو أركي جرانا رنجا بوم جيبا جينب واي بلام ولم ينفعني التعلل بقصور باعي وقلة متاعي وسودي بمن جياد تعلل خوب واردن يعني مثلا إلا هنا نوا وبها هنا نوا بونا كردناك وتاني بشي بقصور جام تعلل بشي أجر بهنا هنا وبو أمك شرحنا بشي بقصور باعي فوي كدستي من كوتاية باع ها باع زراع يد دست الأحمدية مثلا دستي من كم ديني أمجر وقلتي متاعي وهل وهذا تعلل مأكل بقلة بكبوني أسباب كلوبل يعني أسباب كبيويز ببودانان كتابي كبريتي لما علمية لوسائل لأمك إنسان وقتي أبي ببي أو كاربك هرشن بكمبودي ومتاعك شم علة منه أم تعلل بقصوري باع وقلة متاع سودي بمنه قيان يعني اللي يعني قبولنا كردم مثلا كمن بيجمع وقتها أو شرحناها كم معزول الله لبر أوفى شرعته مجبور دسم كرب بشرح بشرحي كتابك بو شرحه وأوان يعني باش أكارم بوكر إجابة لأقوالهم لبر أويك ولامي قسكاني أوان مدابيتو بقسانو كربي بشي أكارم كربي صحفين بشن لا برايك كأولى برانا هادية في الآخرة والأولى كهداية راني شاندر بي لباري آخرته كفاش روجة ولباري دنيا يشو يعني بو أكبلي ودين بو دنيا سودي بي لكي بو آخرته كسودي بي يوم يتذكر الإنسان ما سعى أو روجي كإنسان وبيري خوي أهينيته وشي وبير خوي أهينيته ما سعى أو إيكا كرديتي سعي كاني خوي شائية إلى النجاة كلو كاتدا أما ظاهرا أبين للشأوة شأوة هو يعني خوي برد ميزاني أو ما كلو كاتدا إلى ما سعى كونش بس أو شائيتين ليتوب وصل هاديتين ما يعني بصحف هادية شائية إلى النجاة باشا يعني خوي هركش يعني برو النجاة وأتى وكبري بمن جيني بنجات نجات لا عذاب ولا سزا بره جاد نجات ما بلشي عن الداهية لا براي جورة كبراي جورة يعني مثل منظور أو قناعة سخت عنيه كلا فعش روج عدينا لا روج قيامة عدينا بره والطامة الكبرى والنجات من بال الطامة الكبرى طامة الكبرى كيك قلنا وكاني آخرة بربابوني قيامة يعني روجي قورة روجي سخت وكو بلاي قورة ماشا على اسمك إلا اسمك كان روجي قيامة كما نزور يعني مصائب قورة كان أولو أن نجات من اللهم اجعلنا من الواصلين إلى الحق يا ربي خوايا بمن خا ريزي أو كسانو كوصل يعني بحق وبوه وصل يعني بخلابه بالحق بحق واعتبر ديني إسلامه واغفر لنا لما نخوش ببه ولوالدينا ولباكو داك شما نخوش ببه لجميع طالبين ولتواوي أو كساني خوش ببه كطالب وخوازياري دوزين ويحق جامرة فرمي قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإمام هو أبوي هرب الرفع يخبر مني وكبري قال شيخ الإمام أوى جاء تخفيفا تواني تنك اللي حذف كي شيخ يعني مثلا كبري أستاذي جورة بيشوا زور زانا علامة قدوة الحكماء كسك مقتدى به حكماية حكماء جمع حكيمة حكيمة معناه أويا ك هموش توك واقع بزاني ببي مقتزاي تبعتي بشر يعني فرزان يعني اللي زان أو شتانيك أو كسانيك دركي حكمة أكن يعني دركي حكمة يشتكان أكن وأتا نكتنها خوي حكيمة بلكو قدوي حكمايا
نعم يعني كسيكيوايا كحكماء اقتداء في أكل نعم يعني قدومنا منا مقتابية وأسوة العلماء وأسوة علماء أسوة يعني في شنك نعم كسيك بعنواني في روي خوات حساوكي نعم يعني الزنايان أو يعني في شنك حساو كردوها كأما كيايا أثير الدين الأبهري يا أثير الدين الأبهري نعم كأثير الدين أبهري غشيه الغفران والرضوان الكبرى في مفتح الرسالة باشا كأويش يا ربي خوايا غفران أو دا بوشي نعم غفران اللي خوش بوني خوا دا بوشي نعم هل وها شي تدا بوشي رضوان دا بوشي رازي بوني خوا نعم رضواني كبرى كبرى مؤنثة كردية بصفة بو رضوان بمعنى مرضاته أها مرضات ما هي مسترى مستري ميمية لا ثلاثي مجرد أها القرآن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لا مرضات وكم مغفرات مثلا لا ولي أربعة أو مثلا مسألة واية لا ما مغفرتش معناها أتواني مثلا غفراني بمعنى مغفرة به لا كوج أثير الدين أبهرية غشيه الغفران والرضوان والرضوان الكبرى في مفتتح الرسالة مفتح الرسالة يعني لكاتي كردنوي الرسالة كيا لا خوي بروردقار باسي درقا كاني بهشتكا مفتحة لهم الأبواب نعم يعني درقا كاني كراتو كواتل كاتي دسبيكي الرسالة يعني كاتي كرانوي درقايك بو تشوننا الرسالة كا فرمويتي قال الشيخ اشتا مفعولي قال ما نها وردنا نعم وتيسي لسنتاي رسالتك يا وتيسي وتي بسم الله الرحمن الرحيم نعم باشا بسم الله بوكر دوا ولا تيمنا باسمه العظيم يعني بركتي ورقرتو طلب كردو بنا وقورتي خلا وتبركا بذكره الغنيم ومستويتي بركات ورقري بذكر خواي بالوردقار كذكركي غنيمة يعني ذكري قورة نعم باشا ولا غنيمة دسكوت مثلا نعم وامتثالا وهروها هو وشوك امتثالي كردوه يعني جيب جي كاربوه نعم لما قاله حبيبه الحليم بو اوشتيك وا حبيب بحلم حوصله صنجينكي او فرمويتي وهو اويك وا حبيبكي او فرمويتي صلاوي اخواني لسربي شيا فرمويتي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله بسم الله فهو ابتر فرمويتي هر كاريكي خير خاون ارزش اگر دسي بي نكري لو لنا او كان دس بينك بسم الله بنا اخوه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بونك هو ابتر يعني بارزشه يعني ببركته جاء هات سر ام جديد سر تحليلي بسم الله الرحمن الرحيم كمان بوكا الله والباء وبي بسم الله متعلق بمحذوف مؤخر يعني بيوس ابي تعلق بس بعاملك محذوفه ولي او عامل محذوف شم مؤخره يعني لا أولو تقدير ناكر يا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أقرأ يا أشرح أكيد تدعو يقدر في كل مقام لهر مقامك يعني أو كوي برا عاملك شيء في كل مقام فعل يناسبه أو محذوفا مؤخرا ويك محذوف مؤخرا جاي يقدر في كل مقام مقدر كري لا هر مقامك فعلك مناسب او مقام به بس تقول كاتنا الخواردنا بيجي بسم الله الرحمن الرحيم انا بسم الله الرحمن الرحيم اكل لكاتي سلبريني حيوان يك بيجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذبح لكاتي خوند نودا بيجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا اوا بالي مناسبه فيقدر في مقام التصنيف لمقام كتودانانا كمصنف خومان لمقام أو فرمويتي بسم الله الرحمن الرحيم معناه بسم الله أصنف بسم الله الرحمن الرحيم أصنف يعني تصنيفك كتاب داني وفي مقام القراءة ولا مقام قراءة القرآن خواندنا يا هر خواندنا يا هر شيء كتلا عليه بسم الله أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وهكذا بونا الخواردن بو او خوارنا و باشا بو كار كردن بو دانشتن بو هستان هو وانما اي باشا بو مؤخري مقدر اكريه
بوم هلا اول مساسا اصنفوا بسم الله الرحمن الرحيم بولا اول النبي اجي وانما يقدر مؤخرا بوي او عامل بمؤخري مقدر اكري لانه اهم شن كتاخيرك مهم ترى يا لانه اني او عامل بمؤخري جرنتر ومهم ترى لويك لا اول بي وامجا لوش وادلو على الاختصاصي ودلالتي زياتي لسر اختصاصك هي يعني اقر ايما هل اول شبرين فرزن اصنف بسم الله الرحمن الرحيم يعني بناوي اخوا دز اكم بمكتبة بناوي اخوا هر اختصاصي هر تيايا شك ابو انساني موحد ومسلمان جيقا لخلا بناوي كسيتر وشت شروع ناكا برام اقر هاتو عامل كمان دواخست او ديار الدلالتي زياتر لسر اختصاص هي شنك علماء علمي بلاغي يجن بل تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص يا يفيد القصر مثلا عربي اگر شتي حق وابي مثلا تأخير بوتو مقدمي كي او اختصاص يعني ده اللي باش مثلا جار ومجرور محمولة محمولة ايش حق وابي دواي عاملة كبي تو ديني مثلا اخي تبر عاملة كو اما اختصاص يعني اختصاص بهزك هو كما لأنه أم لأنه أو أنا بكوتمان مثلا عاملك بمقدر في مقام القراءة كواني بل بمحذوف مؤخر يقدر في كل مقام لأنه أم جابت البقرين السياغ بيت عاملي مؤخر يعني بو عامل مؤخر كي ببروا عاملي مؤخر مهم ترى يا تأخير أتواني السياق أكو تأخير مهمتر ودلالتي زيادة لسر اختصاص هي يعني حتى أقر تقديمك لحال تقديمها اختصاص بقيانية أقر تأخيري كي دلالتي لسر اختصاص باشتر هي وأدخلوا في التعظيمي وداخل ترى لتعظيمها يعني شون كتو عزم الواقع البويبوناوي خلا حتى أو عامليك مثلا عملي تياكرد ولا ناوكلا حازرني أوش بشقي مثلا يعني وأوفقوا للوجود وموافق تربو وجوده آخر أنا مثلا سنين لوجودة عالمي وجود باشا خواي قولوا وجودي اللي باشا مشتك هيا بس أقر إيه مهر اللي باشا نيا كهاتوين لعبارتي شا ناوي خواما لأول قشت ودانا وأما موافق تربو أصلي وجود كوجودك تو ناوي كسيك بي كأو كسا وجودي مقدمة بس لها مشتك أما أقول ولي أن وجود الله تعالى مقدم على كل شيء شكا وجودي خواهي قولة مقدمة بسرها مشتكة لو لا شو واسمه مقدم على التصنيف وناوي خواهي قولة بيش خراوة بسر تصنيفه إنه أوبر لا تصنيف كتاب داننا كيف لا وفيه إشعار بأنه لا يتم الفعل ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر بسم الله تعالى يعني كيف لا يعني شون مثلا عاملك شون اسمي الله بيش نخري لحالك لو بيش خسندا إشعار هي دربرين هي بما بأنه بما كشأن حال لا يتم الفعل هيج فعل كامل نابي تواو نابي ولا يعتد به وبهيج عدد حساو ناكري هيج فعل لروان غي شرعوه ما لم يصدر بسم الله تعالى ما دام صدار الدار نكري بناي إخوات وناي إخوائي لأولو لينا يعني بو لما سبق من الحديث لبر أو دليليك تبرمو كبريتيب لحديثك كفروي كل أمر ذبال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وعلى هذا وبنال سلم يكون الباء للاستعانة بيكبو استعانة بي يعني وكو شون مثلا توديني دزاكي بكاري كرسي أو كاري هرشيكي بيويز بي سيزو قريدا نجاريك تشوي ومشار وهمو أوانيب وأماداك حربي لي رجدا كأما قرك مان تصنيف كين كتاب دانين بيخواني نوا لا بيشا متوسيل أبين بناوي خواي بالوردقار ناوي خدا بخاطري تبرك بالي بحثا كين كا وإخواي قوري توفيق مان بدا كومك مان بيبكا لسر أنجامي كارك ولك أن تجعله للملابسة وبوتو هي او بيب كي بملابسه ملابسه بمعنى اوياك او بسم الله جار ومجرور تعلق بمقدر ببستو ببيت حال لفاعل عامل لك
يعني مثلا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أم جاء أمرك بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، جاء أمرك الله أصنف ليواك أجر مثلا إما جار ومجرور كين بحال بسم الله تعلق بينا بس إن أصنف وكو أصنف متبركا أوي ليكي أصنف متبركا بسم الله، يا مثلا مصاحبا بسم الله ملابسة ومصاحبة هريك يعني بيقبوا مصاحباته، وكنت دخلت عليه بالثياب السفري كالعوامل آتياتي جاءوا بيك ديابوا مصاحبة زرفك ببوني او أبيت زرفي مستقر زرفي مستقر يعني تعلق بسيبة مثلا حصليك مقدرة بعاملك مقدرة تعلق بسيبة ويلا ولك أن تجعله للملابسة فيكون الظرف حالا من ضمير الفعل المحذوف بويلا نزل في مستقر شنك مثلا أويك أوي بحال بصفات بخبر حال صفة خبر صيلة أو جار مجرور أنا حمشة تعلق بس بفعل عام عامل كان واجب حذف كره جار مجرور ظرف أقر تعلق بس أقر ببن حال يا ببن خبر يا ببن الصيلة يا ببن الصفة حتما تعلق بمقدر وبسن جالي ليش أقر لصورتك وايدانين بيك بو ملابسية نيجين بو استعانية لو كاتدا زرفك حال أبي لضميري فعل محذوفك أو ضميري فعل محذوف فعل محذوفك مثلا أصنفوه ضميرك كتيا مستتيرة أنية أو والتقدير متبركا بسم الله أشرعه يعني تقدر متبركا انك ايش دك يا شوبي قيناك يعني من او متبركا حال بلا فاعل اشرعوا اشرعوا يعني شيء يعني في تاليف هذا الكتاب شروع كم للداناني ام كتابه هذا يعني تعلم هذا وتأم في المتائر ثم بعدما تيمن بالتسميه اتى بالتحميد يعني باشا دواي او مصنف كتيمني كرد يعني يمن بركتي والقربنا وهناني خلا فروي بسم الله الرحمن الرحيم أمر أتى بالتحميد فقال نحمد الله بما بيوسي تائرة أما مقدمة دي باشي زوري لسر حمدك الرؤية نوفر إن شاء الله.